إذن نتابع هذه التغطية المستمرة حيث تسير ويسير هذا الموكب من قلعة وينزر إلى كنيسة القديس جورج، حيث سيتم وستتم مراسم تأبين دوق أدنبرا الأمير فيليب. وينضم إلينا مجددا من وينزر مراسل بي بي سي عصام عكرماوي. أهلا بك عصام، أنت خارج أسوار قلعة وينزر لكن تسمع حتما ما الذي يجري وتتابع معنا هذا الموكب، أليس كذلك؟ نعم، نسمع أصوات المدافع التي تطلق من خلفنا من هذه القلعة، وأيضا نسمع أجراس الكنائس التي دقت الآن مع وصول جثمان الأمير فيليب إلى الكنيسة لأداء المراسم الدينية. وكما ترين في الصورة دينا ويرى المشاهدون، نرى أبناء الأمير الراحل وأحفاده يسيرون خلف النعش، فيما الملكة في السيارة الملكية التي ستقلها إلى مدخل الكنيسة. طبعا هذه الترتيبات يعني أخذت بدقة ورعي فيها كل التفاصيل الدقيقة جدا من حيث توقيت الوصول وسرعة المركبة والناس الذين يسيرون وراءها. أيضا رأينا يعني حضور كبير للحرس الملكي والقوات المسلحة بكافة فروعها حاضرة في هذه الجنازة، نظرا لأن الأمير فيليب كان قد قضى جزءا كبيرا من حياته وهو في القوات المسلحة في البحرية، وكان من الأشخاص الذين ملكة إليزابيث الثانية إلى كنيسة القديس جورج، حيث نتحدث عصام ومعي في الاستوديو الأب نديم نصار مدير مؤسسة